السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، وتعالوا بينا النهاردة نشوف درسنا بيتكلم عن إيه. وموضوع درسنا عن اسمة عدد صحيح على 10 أو 100 أو 1000. طيب تعالوا بينا نشوف درسنا النهاردة. أول حاجة بيقول لي 87 على 10. طيب 87 على 10 دي ممكن أكتبها في صورة كسر، أقول له 87 على 10. طيب إحنا عارفين إني لو كسر مقامه 10 إن أنا هحط العلامة بعد رقم 1، ولو على 100 بحط العلامة بعد رقمين، ولو على 1000 بحط العلامة بعد 3 أرقام. طب هنا 87 على 10 هحط العلامة بعد رقم 1 هيبقى 8.7. طيب تعالوا بينا نشوف السؤال، المثال اللي بعده. ها المثال اللي بعده بيقول لي 943 على 100. طيب تتكتب في صورة كسر 943 على 100، معنى كده طالما على 100 يعني العلامة بعد رقمين، يبقى أنا هقول له إيه؟ 9.43 من 100. طيب لو العدد على 1000 زي المثال اللي قدامنا ده، بيقول لي 87213 على 1000، أعملها إزاي؟ ها أيوه هقول له 87213 على 1000 في صور، ها في صورة كسر أهو. طيب طالما على 1000 معنى كده إن أنا هحط العلامة بعد 3 أرقام، يعني إيه؟ ها يعني الرقم هيبقى معانا 87213 من 1000. طيب تعالوا بقى نشوف ايه القاعدة اللي احنا ممكن نمشي عليها في الدرس ده. بيقول لي لاحظ ان عند قسمة عدد صحيح على 10 نضع العلامة العشرية بعد خانة واحدة من جهة اليمين. طبعا احنا شفنا في المثال لما كان قسمنا على 10 ان احنا حطينا العلامة العشرية بعد خانة واحدة من جهة اليمين. طيب لو قسمناها على 100، ها ايوه عند قسمة عدد صحيح على 100 نضع العلامة العشرية بعد خانتين من جهة اليمين. خلي بالك من جهة اليمين. طيب السؤال اللي بعد، الملاحظة اللي بعدها، الملاحظة اللي بعدها بتقول عند قسمة عدد صحيح على 1000 نضع العلامة العشرية بعد 3 خانات من جهة اليمين. يبقى لو قسمت على 1000 هتضع العلامة العشرية بعد 3 خانات من جهة اليمين. طيب تعالوا بينا نشوف أسئلة ونشوف هنحلها مع بعض ازاي. بيقول لي اوجد ناتج ما يأتي 95 على 10. طيب احنا خلاص عرفنا بقى، مش محتاجين ان احنا نعمله كسر بسط على مقام، تمام؟ احنا عارفين 95 على 10 معنى كده ان احنا هنحط العلامة بعد رقم 1 هيبقى 9.5. طيب المثال اللي بعد بيقول لي 368 على 10. ها معنى كده ان احنا هنحط العلامة بعد رقم 1 من جهة اليمين هيبقى الحل 36.8. طيب نشوف السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعده بيقول لي 73 على 100، أعمل إيه؟ 73 على 100 طالما على 100 يبقى إحنا هنحط العلامة بعد رقمين من جهة اليمين، يبقى هنقول له 73 من 100، تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 465 على 100 بتساوي، ها هنحط برضو العلامة طالما على 100 بعد رقمين من جهة اليمين، هيبقى الرقم ايه بقى؟ ها هيبقى 4.65 من 100، تمام كده؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد. طيب بيقول لي 2379 على 1000. خلي بالك المرة دي انت هتقسم على 1000. طيب هقسمها ازاي على 1000؟ ها ايوه هعد 3 خانات من جهة اليمين وبعدين هحط العلامة. طيب يبقى الحل هيبقى ايه بقى؟ هيبقى 2.379 من 1000. طيب السؤال اللي بعده
92451 على 1000. طيب احلها ازاي؟ ها 92451 على 1000. خلاص احنا اتفقنا حتى لو الرقم كبير خلاص ما تقلقش منه، انت عارف قاعده وبتمشي عليها، طالما على 1000 انت هتحط العلامه بعد 3 ارقام من جهه اليمين. خلاص هيبقى الرقم هيطلع ايه؟ ها 92451 من 1000. تمام كده؟ طيب تعالوا بينا ناخد بالنا من شوية ملاحظات كده مهمة. طيب هو بيقول لي تذكر أن أول حاجة هنتذكرها إن الجنيه بيساوي 100 قرش، الجنيه في 100 قرش. طيب المتر، ها المتر في كم سنتي؟ المتر في 100 سنتيمتر. يبقى الجنيه فيه 100 قرش والمتر فيه 100 سنتيمتر. طيب الكيلومتر فيه كم متر؟ ها كيلومتر فيه كم متر؟ كيلومتر فيه 1000 متر، الكيلومتر بيساوي 1000 متر. طيب لو كيلومتر فيه 1000 متر، امال الكيلوجرام فيه قد ايه؟ ها الكيلوجرام بيساوي 1000 جرام، يبقى الكيلوجرام هيساوي 1000 جرام. طيب تعالوا بينا نشوف اللي احنا الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي دي هتفيدنا في ايه دلوقتي في اسئله الاسم او في درس النهارده. ها تعالوا نشوف مع بعض الملاحظات اللي احنا قلناها دي هتفيدنا في ايه. السؤال بيقول لي اكمل ما ياتي. طيب اول سؤال بيقول لي 540 قرش بيساوي كام جنيه؟ 540 قرش بيساوي كام جنيه؟ طيب انا عايز دلوقتي احول من قرش لجنيه، اعمل ايه؟ انت واخد بالك ان انت دلوقتي هتحول من وحده صغيره لوحده كبيره. طب عشان احول من صغير لكبير كنت بعمل ايه؟ عشان نحول من صغير لكبير احنا كنا بنقسم. طيب انا هقسم ايه؟ هقسم ال 540 قرش على ايه؟ طيب انا هسال نفسي سؤال، هو الجنيه فيه كام قرش؟ الجنيه فيه 100 قرش، يبقى انا هقسم ال 540 على 100. 540 على 100 هتساوي 45 من 100. يبقى 45 من 100 جنيه. طيب المثال اللي بعده بيقول لي 82 سنتي بيساوي كام متر؟ طب انت دلوقتي عايز تحول من سنتي لمتر، من صغير لكبير هتقسم على ايه؟ اسال نفسك المتر فيه كام سنتي؟ ها المتر فيه 100 سنتي. طيب طالما المتر فيه 100 سنتي يبقى انت هتقسم على 100، يبقى هتقول له 82 على 100 هتساوي ايه؟ ها احنا قلنا على 100 معنى كده ان احنا هنحط العلامه بعد خانتين او بعد رقمين من جهة اليمين، يبقى احنا كده هنقول 82 من 100. طيب بيقول لي 9621 متر بيساوي كام كيلو متر؟ ها 9621 متر بيساوي كام كيلو متر؟ انت عايز تحول من متر لكيلو متر. طيب انت كده هتقسم لان من صغير لكبير، طب هو الكيلو متر فيه كام متر؟ الكيلو متر فيه 1000 متر، يبقى انت دلوقتي هتقسم على 1000، يبقى 9621 على 1000 هتساوي ايه؟ ها طالما على 1000 احنا هنحط العلامه بعد 3 ارقام من جهه اليمين، يبقى الحل هيبقى 9621 من 1000، يبقى 9621 من 1000 كيلو متر. طيب بيقول لي في السؤال اللي بعده 724 جرام بيساوي كام جرام؟ عايزني احول من جرام لكيلو جرام، من صغير لكبير. طيب هسال كيلو جرام في كام جرام؟ في 1000 جرام، يبقى انا هقسم على 1000. 724 على 1000 هتبقى ايه بقى؟ هتبقى 724 من 1000 كيلو جرام. تمام كده؟ طيب بيقول لي بعد كده 629 مللي متر بيساوي كام سنتي؟ من مللي لسنتي،
من صغير لكبير. طيب هو السنتيمتر كان فيه كام ملي متر؟ ها احنا خدنا الترم الاولاني السنتيمتر كان فيه كام ملي متر؟ السنتيمتر كان فيه 10 ملي متر. طيب انا كده هقسم ال 629 على 10. طب 629 على 10 ها فيها الايه؟ ايوه حط العلامه بعد الرقم واحد هيبقى 62.9 سنتيمتر. وبكده انتهى درسنا النهارده. اتمنى انكم تكونوا استفدتم من درسنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.